فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يحرم على الجنب قراءة القرآن؟ الجنب نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه عن تلاوة القرآن إلا الجنابة، ما في شك، هذا بالإجماع أن الجنب لا يقرأ القرآن ولا حرف من القرآن حتى يغتسل. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.